السلام عليكم. في هذا الفيديو غنقدم لكم فلان بالفواكه، تابعوا معايا الفيديو الاخر. كنحتاج انا في المقادير ديال الفلان، خديت هنا فلان كوخاضة، نصف لتر ديال الكريمه السائله، نصف لتر ديال الحليب، 50 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل تقريبا 3 ديال المعالق، ما كيكونوش عامرين. بالنسبه للكراميل كتاخذوا هاد الساشيات ديال الكراميل اللي كيجيو مع الفلون، ولا كتاخذوا اي صوص كراميل كتفضلوها. انتقلوا للطريقه، راه سهله. بالنسبه للعلبه ديال الفلون فيها 4 ديال الساشيات، كل ساشيه كديروها مع نصف لتر ديال الحليب. كتقدروا تستغناو على الكريمه السائله، كديروا غير الحليب. هنا عندي 4، غادي نستعمل زوج. ضفت جوج ديال الساشيات ديال الفلون، كنضيف السكر. بالنسبه الى درتو غير الكريمه السائله كتستغناو على السكر، لان الكريمه السائله حلوه. كديروا السكر على حساب الحليب، لان الحليب مسوس، كديروا الحلاوه على حساب الحليب. كنحرك هاد المكونات هادو وكنديرهم فوق النار حتى كيفاش. بالنسبه للطياب ديال الفلون كندير العافيه شويه مهيله وما كنتوقفش من التحريك، تقريبا كياخد 5 حتى 6 دقائق وهو كيطيب حتى كيفاد. صافي، وكنخويه في المول. صافي، الفلون راه غلا مزيان. صافي، كنطفي. صافي، الفلون ديالي كنخليه حتى كيبرد وكنديرو في الثلاجه، تقريبا كنخليه واحد 3 ديال الساعات ولا 4 ديال الساعات، وغادي نكملو التزيين ديالو. بالنسبه للتزيين ديال هاد الدسير هذا، غادي نستعمل التفاح، الكيوي، الفراز والبنان.
بالنسبه للفاكهه اللي قطعتها كندير لها النقاش صافي. هنا الفلون ديالي بعد ما برد صافي غادي نقلبوه هنا في الطبسي. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنقول لكم بسلامه وتلقاو ان شاء الله في فيديو قادم.